خلي بالك من الصدق. لو انت قصد عشبة خميس وابنك بيتصل بيك وانا بتصل بيك، قل لي انا مقابل عشبة خميس، ما تقولش خلاص اهو انا بقيت في اول العونة. اعمل حساباتك، اعمل حساباتك. التجار والصنيعية والمسلمين كلهم اصبحت فيهم صفة التاجر مش راضي يصدق، رخر مش عارف يشد حيله. الخراب جاي، جاي منين؟ من الايمان الكاذبة. ليه؟ لانه ما دخلش مع من انعم الله عليهم من النبيين، انما دخل في الحزب الثاني، حزب الايه؟ النبي قال التجار هم الايه؟ تلاقي الصنايع. هتيجي امتى؟ يقول لك بكرة. انا بقول لك عاوز تطلع ضع المشيئة، لو انت جاي بكرة قل ان شاء الله عشان سيدنا والمشوار، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد، صادق الوعد، صادق الوعد. يا ريت يا ريت لما نعهد ربنا نقول يا رب انفتحت علينا هنعمل في العنا جامع، نعمل الجامع. يا رب انفتحت علينا هندي للناس. اوعى تقول كلام وربنا يديك وهو عارفك، وبعد ما يديك تحوش وما تديش، يقوم ربنا يقول لك بس اوعى تنسى ان في كان واحد زيك ونزلت في قرآن، ومنهم من عاهد الله ايه؟ لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الايه؟ فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم، فاعقبهم نفاقا في قلوبهم. اوعى تقول ان ربنا فتح عليك وانت ايه وبتكذب. اقسم بالله هتيجي بقى التانية لا تبقي ولا تذر. مش هي مش هناك، انا مش قصد اللي هناك، انا ماليش دعوه باللي هناك. قبل ما تروح ان شاء الله هتكنسها كنز ان شاء الله. فاذا جاء امرنا جعلنا ايه؟ عاليها سافلها. اسأل الله عز وجل ان يجعل هذا القول شاهدا لنا لا علينا، وان يجعل اجورنا من ربنا وهي مضمونة. واسأل الله ان يتقبل من كل واحد منا عمله. وام عائشة قالت لو قبل الله من العبد ركعة ما دخل النار، ركعة واحدة دخلك الجنة. انا عاوز ربنا يقبل مني كلمة واحدة، يقبل مني صلاة على النبي واحدة، يقبل مني آية واحدة، وانا بذلك اعتز ان اكون داعيا الى الله عز وجل.